بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لاب تاني بنفس موضوع الـ Access Control. هون الصلاحيات تعطى على حسب الـ Role ID. إذا الـ Role ID بيساوي 1 معناته هذا عبارة عن User عادي، لو الـ Role ID بيساوي 2 معناته هذا عبارة عن Admin. Already والـ Admin Panel موجودة هون. خلينا نبلش باللاب، وعشان نفهم باللاب عشان نفهم كيف الابليكيشن شغال، ندخل باليوزر اللي معطينا اياه ونحاول نعمل بعض العمليات المختلفة. هاي هون في عنا هوم، زي ما ملاحظين مش مبينة عنا الادمن بانل. نقول له هون ادمن، بقول لي is only available اذا كنت انت ادمن، ومعطينا باللاب انه حسب الرول اي دي بحدد. فبدنا نشوف هذا الرول اي دي كيف، من وين بقراه، هل هو موجود بالكوكيز، هل موجود بهيدن فيلد، او موجود في مكان اخر. من خلاله بيعرف انه فعلا هل هذا اليوزر هو عباره عن ادمن او لا. ممكن يكون مخزن على السيرفر سايد، واذا مخزن على السيرفر سايد هل في طريق او باخرى احنا نقدر نعدلها، ولا اوريدي هي مربوطه بس مع اليوزر نيم. اخر شيء عندنا هون هو عباره عن الايميل. نيجي نعمل ابديت للايميل @gmail مثلاً، أي إيميل ممكن نحط. وخلينا نروح للهيستوري، يعني لاحظ لما جينا عملنا عملية لوج إن أو ما هو صفحة اللوج إن، هاي هون لما عملنا عملية لوج إن ما رجع لي أي شيء، يعني بس رجع لي السيشن أي دي. فهو السيشن أي دي عشان يعمل يتأكد من الأيدنتيتي لليوزر. ما في أي معلومات تانية عم تنبعت لا as a hidden field ولا as a cookies. اخر اشي عملناه كان عبارة عن تغيير الباسورد تشين، او سوري تغيير الايميل تشينج ايميل. لما اجى بعت هو عبارة عن post request، والبادي كان عبارة عن جيسون، جيسون بالجيسون فورمات، يلي هو بيكون بتكون من جزئين، يلي هو هذا الاندكس وهذا هو عبارة عن القيمة اللي بتنبعت. المهم لاحظوا هون لما اجينا بعثنا الايميل، اوكي ايش رجع لي؟ بده رجع لي يلي هو جيسون فورمات، بس رجع لي معلومات ثانيه، رجع لي اليوزر نيم، رجع لي الايميل، ورجع لي ابلكيشن كي او اي بي اي كي، ورجع لي الرول اي دي. فزي كانه عم باخذ القيمه اللي احنا بنبعث له اياها وعم بخزنها عنده، بس في قيم ثانيه برضو اوريدي موجودة عنده. طب هل نقدر نعمل عليها اوفر رايت ولا لا؟ هذه هي الفكرة. نبعث للريبيتر هذا الريكوست، نعمل سند اوريدي. لو اجينا غيرنا الرول اي دي، حطينا الرول اي دي بيساوي 2، يعني نبعث بالريكوست تبعنا مش بس الايميل، بدنا نبعث له الرول اي دي ونحط الرول اي دي بيساوي 2. نشوف ايش راح يعطينا، غير لنا اياه، غير الرول اي دي. فزي كأنه أي شيء أنا ببعته بيجي بيعمل أبديت للمعلومات الموجودة عنده بالداتابيز وبيبعت لي إياها كلياتها. نشوف هلا باللاب، لحظة صارت بينت الأدمن بانل. فبما إنه قدرنا نغير الرول أي دي نعملها رقم 2 بدل 1، صار عندنا البريفيليج تبع الأدمن. هلا بقدر أروح وبعدل وبشطب يلي هو اليوزر نيم تبع كارلوس زي ما هم بدهم اياه يعني بهذا اللاب. فهي المشكله بهذا اللاب انه اوكي الرول اي دي عم بتخزن عنده بالداتابيز، بس ليش عم بسمح لليوزر انه يبعث قيمه ويعدل على شيء اوريدي موجود عنده؟ المفروض هذه القيمه تكون مربوطه بس مع اليوزر نيم، وما تتعدل هذه القيمه نهائيا الا اذا في حسب ريستريكشن معين، وكل شيء لازم يكون بالباك اند.